مساكم الله بالخير من تلفزيون شيب موجز اللي اهم الانباء. احييكم بتحية الجاهلية، شلونكم يا الربع؟ الواحدة بتوقيت البادية السورية، التاسعة بتوقيت ليبيا الشقيق. هلا بالربع. عقدت الليلة الماضية اجتماعات رباعية لبحث المشاكل الملل والكآبة. بالعون إن مشاكل ما هي بزينة، شبح يخيم على رؤوس أغلب الرجاجيل من بلاوي المصروف والتفكير بقوت يومه. كما سربت لنا أقاويل شينا بالحيل بأن سيف الدولار سلط على أعناق هذا الشعب، وهو الظالم الذي فرق جمعنا وشتت شملنا. ونقلا عن سوالف المتحدث الرسمي باسم أغلب الدكاكين التجارية، الشور شورك يا طويل العمر أفصح لنا بأن لا قيمة للفلوس بوجود الدولار، هموما تتحدر على المواطن كجبل أحد، والمصيبة تلو المصيبة تتجلط جاي من كل فج عميق. لا هو بقادر على صد الرماح ولا الرماح تنال منه، تقول حرب البسوس مدخولا ضئيلا من جهة ومن جهة ثانية مصروفا يهد جبال. خابرنا ليادي الكادحة خارج القطر أحد المهاجرين والهاجين الأخ عبد المنعم بو حيدر محافظ الألقاب، وسولف انه سوالف تبكي الصخر بين هلالين. يا ويلي على حالتهم، يا دوب شايلين حالهم. ونقل عن احد المواطنين بالعشيره قال والله يا طويل العمر كأن بيوم نحسى، كل من رب اسألك نفسي يفر المرء من خويه وابن عمه وصديقه ومن الديره كلها بعد. بالله مشاكل ما منها مخرج، نسمع يقولون الدولار رجس من عمل ابليس، ومنهم يقولون الدولار هو الحياة كلها، ومنهم من يقولون الخازوق لسه لقدام. جمل جمل عرج من شفته وخيول انتهت بالرمال المتحركة، ورمال الصحراء ابتلعت أغلبنا. كما انضم لينا رجالا زين تشهد له كل العجيان بالعشيرة، كفاح حمدان ولد إبراهيم نعيمي ومتزوج وميسور الحال. قلنا هرج علينا يا كفاح، قال أيام سودة بالله وتله ولله ما أقول غير هالكلمة. عقب باكر وصلتنا مراسلة من مصدر ما أبو معلومات عن مصداقيته ولا عن كذبه. أقول يا شيخ سمي، قلت سمي وأنا أخوك ملعون إنه أصحاب الأموال هم السبب. لا أبو معامل ولا أبو مصانع ولا أبو شركات تشغل هالعيال بيها، يقولون تهنا واليوم نبحث عن السراب. تواصلنا عبر التليفون من خلال خلاننا من دول كندا وتركيا ولبنان وألمانيا بعد، كله مشغول وكله عاضد على أبو ملعون. وسمعنا نداءات استغاثة من كل القبيلة من الأهالي، وحدة تقول يا ولدي حالتنا تعبانة والمصروف كبير والختيار جاعد لا شغلة ولا مشغلة، دزلنا شوية فلوس يا ولدي حق الخبزات. أبو مغلق ولا خارج نطاق الضغطي، يقولون قلعة بدون أساس، وأنا يقول خليني أنهي هالنشرة وبلالي وجعت هالراس. ترخصوني يا طويلين العمر، انتظرونا مع يوميات أحمد إبراهيم.